صنعاء تصدر توجيهات هامة بشأن الحوالات المنسية في شركات الصرافة، تفاصيل هامة وعاجلة. أصدرت جمعية الصرافين توجيهاً هام بشأن الحوالات المالية المنسية، وقالت المصادر بأن جمعية الصرافين اليمنيين وجهت تعميم على شبكات الحوالات المالية بأنه في حال كانت أي حوالة لا تزال غير مدفوعة للمستفيد، فيحق لمرسل الحوالة التقدم إلى الشركة المشغلة للشبكة بطلب استعادة مبلغ الحوالة مع إرفاق أصل إشعار إرسال الحوالة. وأضافت المصادر لتقوم الشركة بإعادة الحوالة باسم المرسل عبر أحد فروعها أو وكلائها مع منع إعادة المبلغ إلى الوكيل المصدر للحوالة. واختتمت المصادر ودون خصم عمولة إضافية، وذلك وفق أحكام الفقرات 3 و5 من المادة 29 من المنشور الدوري رقم 6 لسنة عام 2021 ميلادي الصادر عن البنك المركزي في صنعاء.